حوالي يعني مجموع المدارس في البحير 5 مدارس بالإضافة إلى كلية الإسلاميات وأيضا إلى مستشفيين. نحتاج حق نسوي مظلات، لكن للأسف الشديد ما تدري من الخاطبين. مدخل المنطقة حاطين لي تركس معدوم كشرة يشيلونه عن الطريق، هذا يخرب حتى منظرنا. احنا المنطقة يعني تشوفينها حتى ما فيها شارع واحدة، اقل شيء واحد يطايش ناس ما صار في هني يدش لي داخل البيت. طبعا منطقة وادي البحير تتميز بانها منطقة جديدة وتحتاج الكثير من التطوير. عندنا مشكلة قلة المداخل، المنطقة جزء كبير منها تعتبر تصنيفها، وهذا المدخل في حالة سقوط الأمطار نعاني من مشكلة تجمع المياه الأمطار، وما راح تدخل ولا سيارة ولا تقدر تطلع ولا سيارة بسبب التجمع الكبير لمياه الأمطار. وهذه صار لها حين السنة الثالثة نفس المشكلة، والناس صار لهم 3 سنوات داشين في السنة الرابعة ساكنين وعندهم نفس المشكلة. ولذلك احنا نطلب في الاسراع في زيارة المداخل ومعالجة تجمع مياه الأمطار في مدخل وادي البحير. أيضا تميز هذه المنطقة أن هناك فيها مدارس، حوالي يعني مجموع المدارس في البحير 5 مدارس بالإضافة إلى كلية الإسلاميات وأيضا إلى مستشفيين. فهذه كل هالخدمات الموجودة تحتاج إلى توسعة في الطرق، تحتاج إلى مداخل إضافية. هناك شريط ممتد من أخبار خليج إلى الممشى، هذه الأرض مطلوب منها أن تكون هناك مدخل ومخرج إضافي للمنطقة بحيث تقلل الازدحامات والاختناقات المرورية. يعني نحرص يعني على أن تكون هناك وزارات الخدمية تأسس بشكل كبير بحيث أن تكون هناك خطة لمدة 20 سنة. حاليا مخرج واحد لوادي البحير، هناك مخرج آخر قاعدين يشتغلون عليه لحد الآن ما جهز، وهناك بطء صراحة في المشاريع وتنفيذ المشاريع في المنطقة. مفروض أن تكون هناك مثل ما وزعوا البيوت للسكان بشكل مباشر تكون هناك خدمات. عندنا بعد إشكالية ثانية، يمكن الإشكالية موجودة في كثير من المدن، موضوع المظلات. تعرفون احنا درجة الحرارة عندنا توصل ل 45-47 حاليا في هالفترة هذه، وبيوتنا فيها بس جراج واحد حق سيارة واحدة هنا في البحير. فنحتاج حق نسوي مظلات، لكن للأسف الشديد ما تدري من الخاطبين. إن حاجيت البلدية قالوا لك ممنوع، أو قالوا لك ترى هذا صوب الإسكان. حاجي الإسكان كل الإسكان لا، هذا صوب البلدية، ولا بعرفون عند من الحل. شنو هالبي خباز؟ أول مول خباز ما في، حلاق ما في، يعني جميع الخدمات عندنا معدومة خالص. نطالب البلدية تقول اسكان ما سلمونا، زين ما عليه شيء اذا ما سلموه اسكان، شلون ياخذ منا رسوم بلدية من اول يوم استلمنا البيت؟ الجميع على المنطقة. ثاني شيء شفت المنظر، مدخل المنطقة حاطين لي تركس معدوم كشرة يشيلونه عن الطريق، هذا يخرب حتى منظرنا. احنا هاي منطقة ناشئة لازم تكون نظيفة ومشجرة وبها جميع الخدمات. الاقمام الله يسلمك يجون على الحاويه، اذا قليت قدام البيت شهر انا مشتري درام من السوق الشعبي، وذاك يا قدام بيتي الحين اوديكم بعد تصورونه، زين مستحيل يمرون عليه، اروح انا يا شيبه ادرج وما اقدر ارفعه على الحاويه. الاماكن اللي نشوفها الاسكانيه الثانيه مثلا عندنا شرق سترا المنطقه الشماليه، عندهم اشياء ثانيه مثلا في تشجير حق المنطقه. احنا المنطقه يعني تشوفينها حتى ما فيها شارع واحده، يعني صحراء كامله، وما ما قصروا يعني الارصفه مضروبه انترلوك، محطوطه انترلوك، بس كشيء منظر حضاري يعني اساس انه تشجير حق المنطقه. واحنا في منطقه وادي يعني تتقبل المنطقه تشجير، منطقه طبيعيه يعني احنا كوادي طبيعي، ف يعني هاي شيء ما نشوفه نوش البلديه يعني او الجهات المختصه نوشدهم يعني انه يسوونه شيء مو مكلف يعني لان هم بيسوونه. أول ما سحبت تفاجأت لما سحبت على البيت سكان زاوية طلع بدون حوش، يعني لا حوش فيه ولا شيء، صاير يعني حوش شارع عام، أقل شيء واحد يطايش نفس ما صار في هني يدش لي داخل البيت. مهم إحنا جدا أن تكون معالجة سريعة للمنطقة، الناس يعني نفذ صبرها بسبب هذه القصور الموجود. حاليا هني 230 بيت اللي سكنوا، وايضا المنطقه المحاطه بهذه المنطقه ايضا هناك عديد من البيوت سكنوا، يعني مجمع 934 منطقه جديده ايضا، وهناك كثير من الناس سكنوا للحين ما عندهم صرف صحي،
المياه الصرف الصحي ما شبكوها، لحين بروحهم يعني يبون شفاطات يسحبون، الإنارة غير موجودة والطرق غير موجودة. من المعروف بناء المدن يجب أن تكون هناك خدمات وخدمات ترفيهية، من ضمن الحدائق تفاجأنا احنا أن الحدائق الموجودة هنا لا تتناسب مع الموجودين في المنطقة، فيها نواقص كثيرة، الألعاب غير مناسبة مع الجيل الحالي أيضا. مثل ما تشوفون احنا في هذه الحديقة لا مظلات، لا سور، لا كهرباء، لا أبواب، تمثل خطورة. ونستغرب يعني ليش احنا يمكن من يوم بناء هالمنطقة هذه يمكن 7 سنين ومساحة صغيرة، لكن لا زالت الحديقة وفي ممشى، بس للأسف الشديد بعد ما كملوا اللي هو الأمور الثانية حق مثل هذا الممشى كإضاءة كاستراحات.